قام مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جفاث بزيارة جديدة إلى صنعاء للتوسط بين ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية لإحياء محادثات السلام. تأتي زيارة جريفيث بعد أيام من لقاءات عقدها مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، أكدوا خلالها على أن الحوثيين عليهم إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل البدء بمحادثات سلام جديدة. هذا وبدأت مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن لإعادة إحياء محادثات السلام المتوقفة منذ أشهر طويلة بعدما أطلق الجيش اليمني هجوما باتجاه مدينة الحديدة بهدف استعادتها من أيدي الميليشيات.